عبارات الأسى والحزن نهى الوسط الإعلامي في مصر عامة وفي التلفزيون المصري بشكل خاص. المذيعة الجميلة سارة حسن التي رحلت اليوم عن عالمنا. وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع طويل مع مرض السرطان. رحلت عن عالمنا اليوم المذيعة الجميلة سارة حسن. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة السفر. وكانت سارة حسن تعاني من مرض سرطان المخ. كتبت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها بموقع فيسبوك: البقاء لله بعد صراع مرير مع السرطان، عادت العزيزة سارة حسن إلى دار الحق. ربنا يرحمها ويعوضها في جنتها، آمين. في عام 2022 أعلنت الإعلامية سارة حسن أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد بجرعات مكثفة، مشيرة إلى أن السبب هو إصابتها بورم خبيث، وطلبت من الجمهور الدعاء لها. وكتبت سارة حسن في منشور سابق لها: تعبت يا الله، رضي والله 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 رضي والحمد لله. رجعت الكيماوي بجرعات مكثفة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ودخلت في غيبوبة قرابة 4 شهور قبل أن تنتقل للرفيق الأعلى. سارة حسن عملت خلال مسيرتها الإعلامية بالتلفزيون المصري وقناة المحور للفقيدة الرحمة والأهلها وزويها وجمهورها الصبر والسلوان. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورائق تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة. تابعونا